وقت تقدري تاخدي بريك. والله ما راح احكي لحد اذا تصرفتي زي بني ادمه طبيعيه هيك تغيير. قاعد هناك انا شو اعمل لك؟ مش هيك مريم؟ انا مش فاهم ليه بضلك تخططي كانك لحالك بالقصه. على فكره عادي تحكي لي بدل ما تفاجئ زي هيك. كثير كنت متحمسه انه احنا الثلاثه بنفس الغرفه ندردش ونسهر مع بعض، بس بصراحه لو ضليتك معهم كثير حتساعديني. مش طبيعيين. نوف افهم من هيك هاد تختي؟ بس سؤال، انت كيف صرتي معنا بالغرفه؟ كانها سالتك سؤال. بصير تبطل حركاتكم التافهه. على فكره انا زي زيكم مش كثير مبسوطه على الوضع، فياريت تخليكم بحالكم وتخلوني بحالي. مش كل حدا. شو قصدك؟ كل اللي كانوا في طريقنا واللي بالحمام. قصدك هاد؟ ما بعرفها. سوري باب. فرصة تدب لسانك جوا حلقك؟ كنت رح تفضحينا. ما حكيت إشي. شو قصدك؟ قصدي بالمرة مش وقته هالحكي. مش لازم نلفت نظرهم إنها هالفترة، في إشي أهم لازم نخلصه. والله جد؟ ما كنت عارفة إني لازم أستأذنك بكل شيء بعمله بحياتي. أنا بلا نوف. لما يكون إشي دخل بخطتي وقتها بتيجي بتستأذني مني. خطتك؟ أنا كنت فكرتها خطتنا كلنا. مالك. زين دويا زين زين زين. كيف يعني؟ شو؟ اسمع، عجبك ولا ما عجبك؟ انت اصلا كيف تعملي هذا الموضوع كلياته بدون ما تستشيريني؟ شو شايفتيني اجر طاوله؟ مع اساس وي اندس توجذر، بتعرفي قد ايه عذاب بخاطر بهذا الموضوع؟ صحبات نوف نوف؟ هو صحباتها وساعدوني لاني تعبت. وشو السبب اللي خلاك تكوني هناك أصلاً؟